أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة الحوارية الأولى النهاردة في البيت الكبير، وضيفي كل تلات الناقد الرياضي الكبير عمر البنوبي. التلات اللي فات قلنا يمكن الحلقة دي إن شاء الله هتكون حلقة مختلفة خالص برا الصندوق. النهاردة حوارنا هيكون في جزء كبير منه عن فنان أهلاوي، فنان عالمي، هو طبعا الراحل القدير عمر شريف. عمر شريف كان أهلاوي جدا، وكان يعني بيعلن دوت في كل الوسائل التلفزيونية والصحفية كتير جدا جدا، كان بينتسب إلى العائلة الأهلاوية، وكان قريب جدا وصديق مقرب طبعا من الراحل المايسترو صالح سليم. ده جزء هنتكلم عليه، لكن كمان في جزء ممكن الناس ما تكونش تعرفه بشكل كبير جدا. ناس كتير ما شافتش عمر الشريف مشجع كورة، مش على المستوى المحلي بس، لا كمان على المستوى الأوروبي. كان بيشجع نادي في أوروبا، وفي كواليس كتيرة جدا جدا عن عمر الشريف، علاقته بالنادي الأهلي والكابتن صالح سليم، وعلاقته كمان في أحد الأندية الكبيرة وخاصة في البريمير ليج. كل ده هنعرفه ونشوفه مع الناقد الكبير عمر البنوبي. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا كابتن هاني، أهلا بحضرتك. اهلا بك يا عمر. وزي ما احنا اتكلمنا يمكن الثلاث اللي فات، قلت لنا عندنا مفاجاه حلوه قوي، عندنا كواليس ممكن الناس ما شافتهاش في اي وسائل ولا السوشيال ميديا ولا تلفزيونات. انت محضر لنا وجبه دسمه خارج الصندوق. يعني النهارده قلنا شويه نكسر الكلام في الكوره طول الوقت، هنتكلم في الكوره برضو بس هناخد جانب فني شويه اهلاوي برضو، ووصل للعالمية. يعني دايما كل من هو أهلاوي دايما بيوصل للعالمية. صحيح صحيح. عمر الشريف وكلمت يمكن علاقته، أولا نبدأ يعني تشوف علاقته بالنادي الأهلي إزاي، وتشرح للسادة المشاهدين علاقته بالنادي الأهلي وعلاقته بالكورة عامة كان شكلها عامل إزاي. يعني هو علاقة الفنان العالمي عمر الشريف بالكورة بدأت من هو طفل. يعني هو من هو صغير كان صديق مقرب للمايسترو صالح سليم الله يرحمهم جميعا. يعني وهم كانوا ثلاثة أصدقاء، هو والفنان أحمد رمزي وكابتن صالح. يعني حتى من هم يعني ده من مباراة حتى في السبعينات للنادي الأهلي، يمكن كابتن خطيب جاب جون في المباراة دي، كان مباراة الطيران. دي مباراة الطيران بالظبط في أعتقد 74، وكابتن صالح موجود ومعاه الفنان عمر الشريف، معاه كابتن عادل هيكل الله يرحمه برضو في المباراة دي. يمكن صوره النهارده انتشرت على السوشيال ميديا كتير جدا، صوره من المباراه دي فعلا، المايسترو للمايسترو والعمر الشريف من المباراه دي منتشر قوي. الحكايه بدات من هم صغيرين كانوا بيلعبوا كوره مع بعض. عمر الشريف كان يحب يلعب كوره جدا، يمكن مايسترو هو اللي طلع فيهم نجم كوره كبير، لكن احمد رمزي عمر الشريف اتجهوا للتمثيل. بعدها الصداقه استمرت على مدار سنين العمر، يعني ما بين عمر الشريف وما بين المايسترو صالح سليم، حتى لما كان المايسترو صالح سليم محترف في النمسا سنه 63 كان على تواصل مع عمر الشريف على طول، وبيبعتوا جوابات لبعضه، يعني دايما يطمنوا على بعض. علاقه الصداقه كانت قويه جدا. لكن الاهم من ده انه الفنان عمر الشريف في كل حواراته التلفزيونيه تقريبا ياكد على حته انه اهلاوي، وهو كان متحيز جدا للنادي الاهلي. يعني حتى في حوار من الحوارات الشهيره قال يعني انا عايز اعرف ايه العقليه اللي تخليك ما تطلعش اهلاوي، يعني ما تشجع الاهلي، ناس محترمه الناس تتولد الاحمر. يعني هو دي كانت وجهه نظره، يعني واعلنها اكتر من مره في كذا حوار تلفزيوني. من هنا بدات الحكايه، حكايه التشجيع الكوره، تشجيع النادي الاهلي وارتباط الفنان عمر الشريف بالنادي الاهلي. يعني زي ما قلت هو ارتباطه حتى على المستوى القروي، مش بس على المستوى المحلي بالنادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي، لا كمان كان عنده علاقه قويه جدا جدا باحد انديه البريمير ليج في سنوات سابقه. يعني ممكن برضو تكلمنا والساده المشاهدين يعرفوها. يعني هي الحكايه دي حكايه بقى كبيره يا كابتن هاني. يعني اللي كانت مفاجاه اصلا بالنسبه لي لما ابتديت حتى شغلي مع نادي هال سيتي، الكلام ده من 8 سنين تقريبا، انه عرفت ان عمر الشريف بيشجع هال سيتي الانجليزي من سنه 68. من سنه 68 دي يعني من زمن بعيد جدا. يعني طبعا. فابتديت بقى اسال هناك واعرف، وكنت اتكلم مع يعني زمايلي في النادي وافهم منهم ايه الحكايه، القصه بدات ازاي. فالحقيقه الصوره طبعا هو شايل طبعا الشال بتاع دي في اول زياره، اعتقد دي 2010، كانت في يونيو 2010، واخد الدكتوراه الفخريه من جامعه هال في الزياره دي، كانت اول زياره له لمدينه هال نفسها. ده بال يعني اليونيفورم بتاع استقبال درجه الدكتوراه الفخريه. في الوقت ده
سنة 68 كان عمر الشريف بيصور فيلم دكتور زيفاجو في باريس، وكان وقتها اللي معاه في بطولة الفيلم هو الممثل الإنجليزي سير توم كورتيني. السير توم كورتيني هو من المشجعين المتعصبين جدا، يمكن ده فيديو الدكتورال، ده فيديو الدكتورال الفخرية اللي يعني اللي تلقاه الفنان عمر الشريف في إنجلترا، هيظهر هو ويتكلم كمان وهيقول كلمة. وهو أعتقد يا عمر دي لقطات حصرية، ما أعتقدش إنها ما أعتقدش اتعرضت في مصر خالص، مصر قبل خالص كده يعني دي أول مرة تظهر الفيديو على ده على التلفزيونات المصرية كلها. وطبعا يعني شكر ليك يا عمر والفريق الإعدادي اللي بيجيب لنا بصراحة أرشيفات وحاجات أعتقد إنها يعني تاريخية، يعني تاريخية على المستوى التاريخي. وإحنا طبعا بنشوف الفنان الكبير بيتكرم في ده، كان في لندن في جامعة هال، لا في هال نفسها، نفسها في إيست يوركشاير. وهنا كان بيتكلم، هنا بقى عمر الشريف كان بيحكي علاقته بهال بدأت إزاي وليه. هو بيقول لهم أنا اتعرض عليا دكتوراه فخرية من جامعات كتير لكن عمري ما رحت، لما اتقال لي من جامعة هال أنا جيت. يمكن في الوقت ده كان بيحكي كمان إن هو بيقول لهم أنا كنت مع توم كورتيني، وعلى طول كان يسأل عملنا إيه اليوم، كل يوم سبت يتصل على إنجلترا وإحنا في باريس يطمن على النتيجة. وبدأ يحكي لي عن هال كتير، وبعد كده لما رحنا على لندن فبقيت أنا عايش أنا وتوم كورتيني برضو في بيت واحد، ومعانا كين واجستاف. كين واجستاف ده كان مفاجأة، لأنه كين واجستاف ده هو من الهدافين التاريخيين لنادي هال سيتي، أول هدف تاريخي لنادي هال سيتي، اختير برضو كأعظم لاعب في تاريخ النادي، قضى عمره كله في نادي هال سيتي. وهو المفاجأة انه كان صديق مقرب للفنان عمر الشريف من الستينات، لدرجة انه في الزيارة دي فوجئ ان كين واجستاف مستنيه جوه جامعة هال في الحفل ده، فنده عليه من على الستيج كمان واتقابلوا. وبعد كده الفنان الكبير عمر الشريف نادى عليه، هو عارفه لانه يعرفه من زمان. ودي كانت مفاجاه حتى لدكتور عاصم علام صاحب نادي هال سيتي لحد النهارده، لانه صديق عمر الشريف برضو من سنين طويله جدا، انه يكون عارف التفاصيل دي عن تاريخ النادي ومتابع قوي وبيسال على طول على النتائج. هو بيقول حتى عمر الشريف بيقول انا زي كورتينيا اتصل كل يوم سبت اسال عملنا ايه في النتيجه. بعد كده هيظهر في انترفيو بيعمله شايل السكارف بتاعه هال سيتي، دليل على انه حتى هو فعلا مشجع، يعني هو عايش مع النادي، مشجع درجه ثالثه بالظبط يعني مشجع. وعلى فكره هو حضر مباريات كتير لهال سيتي بالمناسبه كمان. يعني عمر الشريف في الزياره دي فوجئ ان الدكتور عاصم علام اشترى نادي هال سيتي، ويعني في صور هتتعرض كمان بعد كده لزيارة عمر الشريف لنادي هال سيتي. يمكن ده الانترفيو، ده انترفيو عمله بعد الدكتوراه الفخرية على طول الفخرية. ويعني هيظهر كمان وهو شايل السكارف بتاعت هال سيتي. وكل ده اللقاءات دي طبعا هم رابطين علاقته بهال سيتي بشكل كبير جدا، انت زي ما قلت هو عرض عليه. بالظبط ده يعني يعني حتى شايل السكارف مع الدكتوراه الفخرية برضو بيحتفل بالنادي وقالها في كلمته. فهو مش حتى يعني مش فكره انه مجرد انه بيقول انا بنتمي لنادي هال سيتي، لا هو بيشجع فعلا النادي، بيشجع بقلبه كمان. هو بالظبط المفاجاه كمان انه لما راح في الكلمه بتاعته في الدكتوراه الفخريه قال لهم انا عارف اننا يعني مش موجودين. كنا وقتها فعلا النادي كان في مرحله ديون، وكان النادي كان لسه ساعتها وقتها لسه لا كان في الشامبيونشيب كان لسه. هنا الزياره ده سير توم كورتيني الاول على اليمين، كين واجستاف كين واجستاف هداف تاريخ الهال سيتي، عمر الشريف دكتور عاصم علام ربنا يديله الصحه طبعا. يمكن ده كمان مستر ايهاب علام وهو نائب على اليمين رئيس النادي على اليمين بالظبط، وكين واجستاف سير توم كورتيني. دي اول زياره لعمر الشريف لنادي هال سيتي، اتعمل له تيشيرت هال سيتي وعليه رقم واحد واسمه في الوقت ده. هو قال لهم حتى بيقول لهم يعني ده برضه في ايفنت لنادي هال سيتي. هو كان على طول يروح، لدرجه دكتور عاصم علام احيانا كان بالطياره الخاصه عمر الشريف يجي يتفرج على مباراه مثلا ويرجع تاني على باريس. بالمناسبه في الوقت ده هو قال كلمه لطيفه جدا، قال لهم انا عارف ان احنا مستوانا مش كويس قوي، مش بريمير ليج، بس على الاقل احنا احسن من ليدز يونايتد، فده يكفيني في الوقت ده. انا كان ليدز يونايتد وقع خالص في الوقت ده بالظبط. فهو كمان كان متابع قوي، يعني متابع بالتفاصيل. النقطه الاهم بقى يعني ذكريات اخر مباراه حضرها عمر الشريف في حياته، كانت مباراه نهائي الاف اي كاب في 2014 بين ارسنال وبين هال سيتي. المباراه كان السيناريو بتاعها صعب جدا، لانه وقتها هال سيتي تقدم 2-0 وخسر في اخر ثانيه 3-2.
يعني كان قريب انه ياخد بطوله، ياخد بطوله طبعا، وخسر في اخر ثانيه 3-2. يمكن المباراه دي في صور الموضوع هنا، الصوره دي عمر الشريف قبل ما يدخل ملعب ويمبلي الجمهور شافه اتلم عليه، ساب المباراه وساب دخول الملعب ووقف عشان ياخد اوتوغرافات من عمر الشريف. يمكن دي اخر ظهور لعمر الشريف في مباريات كوره يعني. كانت المباراه دي، دي كانت المباراه اللي كانت مباراه نهائي اف اي كاب، نهائي كاس، نهائي اف اي كاب، كاس رابطه الانديه المحترفه، في كاس الاتحاد الانجليزي سوري. وفي نفس الوقت كمان هو سجل برومو تحفيزي لفريق هال سيتي، بقى السلوجن بتاعهم بعد كده والنشيد بتاعهم بعد كده سجله بصوته. يمكن معانا فيديو برده لده، يعني اكيد يعني هيتعرض واحنا بنتكلم. ارتباطه للنادي كبير جدا، هو عمل برومو للتشجيع والتحفيز. البرومو التشجيعي كانت قصيده اسمها تايجر لشاعر انجليزي اسمه ويليام بلاك. ويليام بلاك هو اللي كتب القصيده دي في وقت قديم قوي. هو ده البرومو يعني هيظهر فيه الفنان عمر الشريف وهو بيسجله بصوته في الاستوديو قدامنا اهو. يعني الحقيقه كان بالنسبه لجمهور هال سيتي هو ايقونه مشجعين النادي، انه الفنان عمر الشريف هو بيشجع نادي هال سيتي. يعني عايز اقول لحضرتك يا كابتن هاني، في انجلترا هناك كانوا يقولوا ايه، انه البرنس ويليام بيشجع استون فيلا، بس عندنا عمر الشريف بيشجع هال سيتي. كان بينضرب بيه المثل، كان من اعظم الشخصيات اللي موجوده وبتنتمي لانديه في الدوري الانجليزي. احنا ممكن نسمع البرومو وبعدين نكمل. يعني اعتقد برضو البرومو يعني نسمع برضو هو ده الميكنج بتاعه. يعني هيبقى في اجزاء من القصيده اللي سجلها، بالرغم ان هو كمان يعني نجم عالمي ومشهور، لكن ارتباطه بالكره وخاصه لهال سيتي شيء مميز جدا. يعني بعد البرومو ده حاجة مميزة جدا. بالظبط، اتقابل برضو أول مرة يتعرض ده. طبعا اتقابل مع لعيبة هال سيتي قبل المباراة الفاينل، فقال لهم أنا عايز أقول لكم إن أنتوا بالنسبة لي موجودين في أحسن نادي في العالم. كمشجع بيتكلم بقى من قلبه. يمكن كمان في صورة دورت عليها كتير جدا عشان أوصل لها، لأن هي عندي محتفظ بيها من زمان جدا. كان في علم كبير لجمهور هال سيتي عليه صورة عمر الشريف في المدرجات. في المدرجات بيكون موجود في المباريات كلها، علم كبير عليه صورة عمر الشريف. ده العلم ده بعد رحيل، قبل رحيل. هو رمز. انا بقول لحضرتك هم كانوا بيعتبروه رمز لجمهور هال سيتي، رمز لنادي هال سيتي، انه احنا عندنا فنان عالمي بيشجع نادي هال سيتي. دي بالنسبه لهم كانت كبيره جدا، وكمان لانه كمان شعبيه الفنان عمر الشريف دي الصوره، هي دي الصوره، يمكن ده العلم. من طبعا فيلم لورنس العرب. طبعا واخدين الشخصيه وحاطين الصوره دي على العلم، والعلم ده كان متواجد على طول في مباريات هال سيتي. يعني الحاجات دي كلها ممكن احنا شويه ما نعرفش عنها حاجه في مصر، او ما تبقاش. انا عشان يعني اسعدتني الظروف ان انا كنت متواجد في نادي هال سيتي في هذا التوقيت، اني قربت من كل ده. يعني المشهد نفسه، فكره انه الفنان يكون عنده حتى الثقافه والانتماء انه بيشجع وبرقي، ويقدر كمان انه يكون موجود بيساند ناديه، بيسجل لهم برومو بصوته، رغم انه فنان عالمي وفنان يعني الدنيا كلها تعرفه، بيتكلم صحيح. خمس لغات يعني واجهه مشرفه، حتى سفير لمصر على طول الوقت، وكان عاشق لمصر الحقيقه الله يرحمه. حتى هو لما توفى الناس حزنت عليه جدا جدا في هال، في النادي والمشجعين، حتى يعني الصفحات الرسمية بتاعت النادي، سواء الصفحة العربية اللي أنا كنت وقتها بتشرف أن أنا كنت المشرف عليها، والصفحة الإنجليزية زي ما حضرتك شايف كده على طول قالوا أن احنا هنعمل تأبين لعمر الشريف في أول جولة في الدوري الإنجليزي. وده طبعا الصفحة الرسمية بتاع نادي هال سيتي، ودي الصفحة العربية برضو وقت يوم وفاة الفنان عمر الشريف. يعني كان نبأ حزين فعلا على الجمهور هناك وعلى إدارة النادي نفسها. كانت أول مباراة أنا أفتكر كويس جدا، كانت مباراة هادرسفيلد تاون في أول أسبوع في الدوري الإنجليزي في الموسم 2014-2015، ووقتها حصل تأبين ودقيقة صمت في الاستاد في أول مباراة بشكل رسمي، احتراما لعمر الشريف ويعني تقديرا لدوره كمشجع وتواجده الدائم مع نادي هال سيتي. يمكن صداقته كمان بالدكتور عاصم علام والظروف اللي جمعت بقى ان الدكتور عاصم علام اشترى النادي وقتها، كل ده الحقيقه يعني
ادى لعمر الشريف مكانه كبيره جدا عند مشجعين الكوره في هال سيتي وفي انجلترا كلها، لان بقيه الانديه كلهم جمهورها عارف ان عمر الشريف بيشجع هال سيتي. يمكن النهارده كنت بتكلم مع جورج هاتسون، هو كان مدير تسويق نادي هال سيتي في هذا التوقيت، للاسف لقيته تعب عنده حاجه في المخ، فانا بتمنى له الشفاء طبعا. وقتها قعدنا نستعيد بعض الذكريات كده عن الفتره دي وعن تشجيع عمر الشريف لهال سيتي، وده جورج هاتسون طبعا، بتمنى له انه يكون في احسن صحه وحال. من الشخصيات القديره جدا في مشوار نادي هال سيتي وصعوده للبريمير ليج. يمكن عمر الشريف لما مات، هو مات بعد ما شاف هال سيتي من نادي في الدرجه الثالثه او الثانيه، لانه وصل البريمير ليج، وصل نهائي اف اي كاب لاول مره في التاريخ، وصل يوروبا ليج للمره الوحيده في تاريخه. كل ده عمر الشريف شافه قبل ما يموت. طب ده فاعتقد انه كمان يعني كان سعيد في اخر ايامه بالظبط، انه كان بيحلم بيها بريمير ليج اوروبا ليج. يعني هو يعني قال في اول زياره بيقول لهم احنا على الاقل احسن من ليدز يونايتد وده يكفيني، لكن انه قبل ما يتوفى شاف النادي في اعلى الدرجات اللي كان ممكن يوصل لها نادي، لانه نادي صغير من مدينه صغيره، لكن هو اختار انه ينتمي ليه. دايما مشجع الكوره كده ما بيقولوش يد في حاجات معينه، زي ما هو قال انت تتولد اهلاوي، يعني انت ايه العقليه اللي تخليك تتولد تروح تشجع نادي تاني غير الاهلي؟ يعني هو قالها. فالحقيقه برضه هو اختار انه يشجع هال سيتي. اعتقد انه القصه نفسها ده، حتى مثلا جامعه هال في 2018 بعد وفاة عمر الشريف بثلاث سنين تقريبا قالت انه كان النهارده المفروض يبقى عنده 86 سنة وهو مشجع لنادي هال سيتي، المشجع الكبير لنادي هال سيتي. صحيح. يعني حتى الجامعة نفسها بتفتخر انه الراجل مشجع لنادي هال سيتي. الحقيقة كان حالة مختلفة تماما في وسط مشجعين الكورة. ده كان تقريبا في 2018 في 10 ابريل 2018 في عيد ميلاده. عيد ميلاد في ذكرى ميلاده بالظبط. فالحقيقة هم قالوا انه في 2010 انه أخذ الدكتوراه الفخرية من جامعة هال وتذكروه، ودايما جمهور هال بيتكلم عنه. يعني حاجة مميزة جدا. وبجد عمر وطبعا فريق الإعداد يعني كواليس وحاجات، أول مرة أنا طبعا أول مرة أعرفها، أول مرة أشوفها، وحاجة تدعو فعلا للفخر إن يعني كمان على اسم مستوى مصر. يعني دلوقتي أكيد لغاية دلوقتي جماهير هال سيتي، انت عارف هناك الناس بتفتكر كل من ينتمي للنادي بشكل كبير جدا. كل سنه يا كابتن بتتعرض انترفيوز لعمر الشريف في انجلترا لحد دلوقتي بيتعرض له انترفيوز قديمه، بيتعرض له اعمال قديمه، الناس بتفتكر على السوشيال ميديا. ده زي ما حضرتك قلت كمان ترويج لاسم مصر. صحيح. في كل حته. صحيح. فلا هو كان حاله جميله في الكوره وفي الفن، حاله جميله. يعني نخرج شويه ونرجع تاني لحاله التوتر اللي احنا عايشين فيها شويه، لكن خلينا نبدا بيمكن خبر لسه جاي دلوقتي. احنا كنا بنتكلم على القود المحلي. القود المحلي اعتقد ان اللجنه الخماسيه دلوقتي طلعت قرار اعتقد رسمي بمد القيد المحلي ل 30 نوفمبر، وده اللي كنا يمكن بنتكلم عليه من فترات. يعني كان القيد انت صح. فاكر 4 وكان النهائي 6 فبقى 14، فاخيرا القيد بقى يوم 30 نوفمبر. ويعني انا كنت اتمنى يكون 6 ديسمبر، يعني حتى يدي فرصه حتى للانديه شويه خلال فتره. لكن قرار رسمي اعتقد شيء جيد ان هو بيتم الاستجابه سريعا. ويعني رايك ايه اصلا في موضوع القيد المحلي ومن 4 ل 6 لدلوقتي بنوصل ل 30؟ هو انا شايف انه اللجنه الخماسيه معذوره، ده اكيد ضغط الموسم مع ظروف الكورونا وكل ده، فبنقدر ده كله. لكن برضو في حاجات بديهيات لي، ما ينفعش يبقى عندي النهائي اتاجل اهو، يعني ما حدش ضامن حاجه اليومين دول، فما اقدرش ان انا اضغط او اتمسك براي واحد. وده اللي اللجنه الخماسيه عملته لما لقت ان في تغيير غيرت. النهارده الكاف اللي انا عرفته من معلومات ان هو بيدرس فعليا، خلاص قرار هيطلع انه القايمه مش تبقى 30 هتبقى 40 لعيب. بالظبط. فتره القيد هتتمد ليوم 30 فعلا، فانا كده بقيت ماشي مع فتره القيد الاولى للاتحاد الافريقي. لسه فتره القيد الثانيه الشتوي بقى. القيد الشتوي برضه عندنا فيه مشكله. صحيح. انه من فبراير لمارس يا جماعه، لا هو لازم يبقى في يناير، مش هيبقى فبراير لمارس، يعني الموضوع هيبقى صعب قوي. فبرضه اعتقد ان ممكن هيتم التعديل على مستوى الاتحاد الافريقي ولا على مستوى على مستوى الاتحاد المصري هنا، يعني لانه الاتحاد الافريقي كده كده بدا يدي تسهيلات للانديه في حته ال 40 لعيب والقايمه والكلام ده كله، لانه في الاخر قال يا جماعه النادي اللي هيجي يقول لي انا مش عارف اسافر عشان الكورونا يعتبر خسران 2-0. ده الحل الوحيد لانتظام المسابقات، لانه انت ما تقدرش اولا تضحي بالمسابقه، لانه وارد جدا يحصل زي ما حصل مع بعثه الرجاء المغربي قبل كده. أيوة. وارد السنه الجايه ده يتكرر مع نادي تاني مثلا.
فبالتالي ممكن المسابقه تبقى مهدده. هو الاتحاد الافريقي بيحاول يهرب من كل ده لانه هو برده عنده التزامات مع الرعاه، ما يقدرش انه تحت اي حال من الاحوال انه لا يلغي ولا يعمل توقف للمسابقه. فاعتقد انه ده قرار جيد جدا وقرار في مصلحه كل الانديه المصريه وفي مصلحه الكره المصريه. مش هينفع اصلا ان انا اشغل الاهلي والزمالك قبل الماتش النهائي بفتره القيد وهنقيد اللعيب ده ولا لا، واللعيب ده هيمشي، طب والقائمه الافريقيه. المفروض كل الحاجات دي تبقى مترتبه. واعتقد انه اتحاد الكوره بيسعى لمصلحه الانديه، ده طبيعي، وفي نفس الوقت الاتحاد الافريقي نفسه اشتغل لمصلحه الانديه ولمصلحه مسابقاته في تعديل المواعيد وفي الخطوات اللي بياخدها. وعرض كمان ال 40 لاعب ده برضه علشان يقول لك حتى انت يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين، ما تقولش ان انا عدد صغير محدود. محدود. فده طبعا كله شيء ايجابي، وناخد برضه من الشيء الايجابي نروح ان شاء الله لشيء ايجابي اخر، وهو انتظارا طبعا لمنتخب مصر وان شاء الله مباراتين مهمين جدا مع توجو. اخد برضو رايك في المنتخب المصري استعداداته والقائمه الاخيره للكابتن حسام البدري. يعني هو طبعا الكابتن حسام البدري اعلن القائمه النهائيه، كانت متوقعه بالنسبه لناس كتير، كان في كلام هو نفسه هو اللي قاله انه ممكن يستعين بمحمود كهربا علشان يعوض طاهر محمد طاهر، لكن هو اكتفى بالناس اللي كانت معاه في المعسكر. دخل محمد شريف ياخد فرصه، محمد شريف متالق الفتره اللي فاتت، راجل بينافس على هداف الدوري لحد اخر مباراه، في نفس الوقت بيأدي مستوى كويس جدا طول الموسم، وهو كان معار النادي انبي. اعتقد انه فرصه لمحمد شريف برده انه ياخد خبره دوليه حتى لو خبره معسكر. القائمه اعتقد ما فيش عليها تحفظات، يعني هو كل اللعيبه هي اللعيبه المتاحه دلوقتي. اعتقد كمان انه المستوى او مستوى الاسماء في قائمه منتخب مصر اقوى بكتير من الاسماء اللي في قائمه منتخب توجو. واعتقد انه المعسكر وانه انتظام المعسكر بقى ويتفرض موضوع الانضباط الشديد على كل اللاعبين، وده اعتقد انه بيحصل دلوقتي، هو ده اللي هيفرق معانا قبل المباراتين. لان انت مباراتين في ظرف 48 ساعه تقريبا، هتلعب يوم 14 ويوم 17 في توجو، فالموضوع مش سهل. يعني انت هتلعب المباراه الاولانيه هتبذل فيها مجهود كبير، ثم هتسافر ووقت مضغوط، هتسافر على طياره خاصه، لكن في النهايه فرق اليومين ده مش كتير. صحيح. مش كتير حتى للاستشفاء وللعيبه والمسافه الطويله في السفر، وانك هتنزل هناك هتمرن تمرينه واحده وبعد كده تلعب الماتش، كل ده بيبقى ضغط طبعا. لكن انت يهمك انك تحسب، لان انت تعثرت في المباراتين. بالظبط. يعني لازم الناس ما تنساش ده، يعني حتى لو شويه الناس منشغله بالاحداث الثانيه، لكن المنتخب فعلا محتاج دعم ومحتاج انه يكسب الماتشين بتوع توجو. رغم ان توجو يعني معاها كمان مدرب مخضرم قوي بيدرب بقاله سنين طويله جدا، يمكن درب حتى في كاس افريقيا 86 هنا في مصر كلود لروا، وصل الفاينل. ف الراجل ده مش عايز يسيب افريقيا، يعني هو خلاص، هو حب افريقيا ومش قادر يمشي يعني. وما شاء الله عنده باور انه يشتغل، ورغم انه تقدم جدا في السن يعني، فهو الراجل برده عنده خبره كبيره. كابتن حسام البدري سنه اولى تدريب منتخب مصر اول، وتحديات كبيره في ظروف مش سهله. يعني الفكره نفسها ان انت جاي في فتره الكورونا، وجاي في فتره ما قدرتش تعمل معسكرات كتير، ماتشات وديه ما عملتش عشان ظروف ضغط الدوري وغيره، وبالتالي كمان انت المعسكر بتاعك هيبتدي فعليا بكره بمشاركه المحترفين في او النهارده يعني مشاركه المحترفين في التدريبات وكده. فالموضوع مش هيبقى سهل، محتاج تركيز، محتاج شغل كتير. قدره بقى كابتن حسام البدري والجهاز المعاون وكلنا ثقه فيهم طبعا ان هم يحفظوا اللعيبه الطريق اللي هو عاوز يلعب بيها، لانه دايما المباريات اللي زي دي بتحتاج حد يحسم الماتش. انت عندك مفاتيح لعب كتير موجودين في المنتخب، المهم توظيفهم هيبقى ازاي هيعملوا فريق جماعي يقدر ان هو يحسم مباراه، لان انت لازم تحسم هنا ولازم تحسم في توجو. اكيد. ولو جبنا على مستوى الاسماء عمر منتخب مصر كاسماء، اعتقد اسماء رنانه، حتى محترفينا في الفتره الاخيره بيادوا بشكل اكتر من رائع، حتى على مستوى المحترفين داخل مصر برضو بيادوا حاله المعنويه هايله بالنسبه للاهلي والزمالك. بيراميدز كمان واصل للكونفدراليه النهائي، فرجليه في الملعب زي ما بيقولوا. فاعتقد دي كل دي ايجابيات بتدعم طبعا الكابتن حسام البدري. نيجي على فريق توجو، يعني ويمكن سمعت ان بعض الانديه مثلا العين الاماراتي على سبيل المثال كاجو ده لعيب بالمهاجم، العين مش عايزه تجيبه، في لعيب تاني في الدوري الفرنسي السكند ديفيجن برضو مش هيجي عشان كورونا. كلمنا برضو مين افضل اللعيبه، وانت شايف فريق توجو فنيا شكله ازاي؟
هو فريق توجو فريق لا يستهان به طبعا، حتى لو هو رصيده نقطة واحدة في المجموعة، لكن فريق توجو فريق فيه عناصر على المستوى الفردي، لعيبة كويسة، عنده لعيبة في الدوري الفرنسي كويسين، عنده قلب دفاع في ختافي الإسباني ديجيني لعيب جامد، عنده أعتقد كمان لاباكوجو هو أخطر لعيب في العين الإماراتي، في العين الإماراتي هو أخطر لعيب في منتخب توجو في الوقت الحالي. لاباكوجو لو بصينا حتى على أرقامه من الذاكرة كده، هو لعب 28 ماتش بس مع العين الإماراتي، جاب فيهم 22 جول، يعني في 28 مباراة 22 جول، كان هداف الدوري المغربي من موسمين 19 جول، واخد بطولة كأس المغرب كمان هو هناك. فأعتقد كمان أنه لا هو لعيب خطير، وحتة أن العين الإماراتي ما بعتوش، أنا شايف معظم الأندية على مستوى العالم في أندية كتير ما بعتتش المحترفين بتوعها، لأنه بيعتمدوا على حتة أنه لو لما هيرجع هيضطر يدخل حجر صحي مدته 5 أيام أو 14 يوم، فمش هقدر أستفيد منه بعد كده، هيقعد ماتش أو ماتشين أوت أوف سكور، فهيبقى الموضوع هيبقى صعب. فاعتقد ان ده ممكن شويه اتحاد التوجولي يلجا للفيفا علشان يشوف حل للموضوع ده. هو فعلا لجا للفيفا النهارده، ويمكن بعتوا جواب اعتراض على تمسك العين الاماراتي بهذا اللاعب، وانت بتقول لاعب مهم جدا على مستوى الهجومي يعني، فان شاء الله ما يجيش برضه عشان يسهل علينا الامور. هو نقطه قوه المنتخب توجو، لكن كمان انا اعتقد انه يعني خط دفاع منتخب مصر قادر يتعامل معاه طبعا، بس هو منتخب بيلعب كوره جماعيه كويسه، عنده دوافع اكتر منك شويه، ولو ان هو برضه احنا في نفس الموقف قوي يعني، نقطتين نقطه، لكن هو عنده دوافع انه عاوز يثبت ان انا لا انا منتخب ممكن انافس عشان اصعد، مش هينفع ان انا ابقى متذيل مجموعه. وبعدين انت طمعت الناس فيك شويه في النتيجتين بتوع المباراتين اللي في الاول، جزر القمر وكينيا، انك تتعادل على ارضك وانك تتعادل بره ارضك مع منتخبات هي ما كانتش مصنفه قبل كده في المنتخبات القرعه، اول ما اول 10 في افريقيا يعني. القرعه برضه عمر قلنا الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى فيه مشكله، هيبقى سهل. وكل الناس اتكلمت حتى على المستوى الفني، ان مصر او هم دول اللي هينافسوا على المركز الاول، مصر وتوجو، ولكن لغايه الجوله الثالثه، دي بدايه الجوله الثالثه، طبعا المتصدر جزر القمر، يليه كينيا ومصر وتوجو. بقى انت زي ما بتقول كمان الدوافع عندهم هتبقى قويه جدا جدا، وعندهم مدرب كبير زي ما تقول. بالتاكيد، والدوافع دي كمان لان هو نقطه واحده في المنتخب توجو، موقف صعب قوي يعني، برده ما كانش حد يتخيلها فعلا زي ما حضرتك قلت. فبوقت القرعه قلنا خلاص مصر وتوجو يصعدوا يعني، فالحكايه مش هتبقى سهل. اعتقد كمان انه كابتن حسام البدري اكيد اكيد بيذاكر الماتشين اللي لعبهم منتخب توجو قبل ما يلعب منتخب مصر. كان لعب بالسودان ولا لا؟ بخلاف المباريات الوديه اقصد، كمان المباريات الرسميه اللي هي باين فيها طبعا الطريقه النهائيه اللي بيلعب فيها. ممكن في الماتشات الوديه حضرتك مدرب كبير وعارف، ممكن مدرب يجرب حاجه، محترفين مش موجودين بالظبط، محترفين مش موجودين، بيبقى عاوز يطبق حاجه معينه. لكن الماتشين الرسميين اللي اتلعبوا محتاجين يتذكروا كويس جدا، لان كمان منتخب توجو عنده لعيبه عندها سرعات، واحنا عندنا مشاكل شويه في خط الدفاع في حته السرعات، فمحتاجين ان اللعيبه تبقى في اعلى مستويات التركيز. يمكن قبل الهوا كنا اتكلمنا شويه، حضرتك قلت كل اللعيبه واقفه على رجلها وفايقه ورجليهم في الملعب، ويمكن ده كمدرب اكيد بتبقى حابب ان اللعيبه ما تبقاش جايه مريحه يعني، ما يبقاش اللعيب جاي من راحه. اللعيب اللي جاي من راحه ده بيحتاج بدني اصلا شغل كتير جدا علشان تقدر تدخله فورمه، وانت ما عندكش وقت دلوقتي. صحيح. يعني بدايه المعسكر، انت بدأ المعسكر يوم 10، البدايه الفعليه للمعسكر، الفعليه بقى التركيز، البدايه الفعليه انك تقفل معسكر مغلق، عندك شغلك، عندك مواعيدك في التدريب، في الجيم، في الاكل، في تظبيط مواعيد النوم، كل حاجه قبل المباراه. فاعتقد ان الحكايه برضو الوقت انا شايفه ضيق يعني، انا لو مدرب هحتاج وقت اكيد اكتر من كده، ان انا اجمع الفريق وان انا اقدر احفظ طريقه اللعب بتاعتي، لان كل لعيب موجود جاي من فريق مختلف بيلعب بطريقه لعب مختلفه، وده بيبان تحديدا مع فيرويد زي احمد حسن كوكا في اليونان، مكسر الدنيا في ماتشات الدوري، في بطوله اوروبا، دوري الابطال، مكسر الدنيا اهداف طبعاً. اهداف، وبيصنع اهداف بالمناسبه يعني، صنع هدفين في الدوري، جايب لحد الماتش اللي فات بالظبط، جايب جون بالهيد جميل جدا، ماتش مارسيليا جايب جون برده هايل. فهناك في اليونان بيجيب اجوان كتير. طيب هو لما بيجي منتخب مصر ايه المشكله؟ ده اختلاف طريقه لعب. ممكن هناك في اليونان صناع اللعب عنده بيقدروا يلعبوا له كروسات كتير فيقدر يسجل منها، ممكن هنا انت بتلعب شويه في قلب الملعب وبتحاول تلعب على اختراقات الاطراف والاجنحه في خطتك، فالموضوع بيبقى مختلف شويه، ان فيرويد زي كوكا مش هيجي له فرص كتير طول المباراه.
الحاجات دي كلها محتاجه شغل، بيحتاج حسابات فنيه طبعا، وخاصه لراس الحربه دلوقتي مصطفى محمد بيأدي بشكل كويس، في كوكا، في حسام حسن، اعتقد دول الثلاثه راس حربه الموجودين في منتخب مصر. واعتقد على حسب الطريقه زي ما بتتكلم، ممكن يكون كوكا مثلا ومصطفى محمد في التوب ليفل بتاعهم، بس مين اللي نستخدمه الاول؟ دي طبعا رؤيه فنيه للكابتن حسام البدري، ان شاء الله ربنا يوفقهم. دي على المستوى الفني، العراق الافريقي على المستوى الفني، لكن كمان في معركه تانية، انتخابات الاتحاد الافريقي كواليسها ايه والدنيا ماشيه فيها ازاي يا عمر؟ لا الموضوع ده يعني محتدم قوي اليومين دول، علشان باقي تقريبا اقل من 48 ساعه 24 ساعه على اغلاق باب الترشح للرئاسه والمقاعد المكتب التنفيذي. اعتقد انه دلوقتي على مستوى انتخابات رئاسه الاتحاد الافريقي الاسامي المطروحه رسميا اللي قدمت اوراق ترشحها، هنتكلم في احمد طبعا، وجاك انوما اللي كان مرشح قبل كده ضد عيسى حياته واقصاه من الكاف، وبعد كده طبعا بعد ما عيسى حياته خرج بقى موجود، هو رئيس كان رئيس اتحاد كوت ديفوار، وكان عضو مجلس الفيفا بالمناسبه من 2007 ل 2015. المرشح الثالث اللي كان مفاجاه للقاره كلها، ومفاجاه حتى على المستوى متابعه الاعلام العالمي لانتخابات رئاسه الكاف، هو باتريس موتسيبا. باتريس موتسيبا هو الاونر او مالك نادي سان داونز الجنوب افريقي، واحد من مليارديرات القاره الافريقيه، ترتيبه رقم 10 بثروه تقدر ب 2.4 مليار دولار، رقم ضخم جدا، من يعني اجتماعيا عيلة قوية جدا في جنوب أفريقيا، شقيقته الكبرى هي زوجة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيرل رامافوزا، حتى أشقائه بيشتغلوا كلهم في البيزنس، واخد دعم كبير من الاتحاد الجنوب أفريقي، لدرجة أنه داني جوردن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لما تسأل أنت كنت عاوز تترشح للمقعد بتاع مجلس الفيفا ازاي، يعني خلاص انتوا قدمتوا مرشح لرئاسه الكاف، قال لهم انا بالنسبه لي ده خلاص هيبقى طموح مؤجل، احنا بندعم موتسيبا لسباق رئاسه الكاف. بخلاف موتسيبا المفاجاه كانت ترشح احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكره القدم، وهو من الوجوه اللي تم تصديرها الفتره اللي فاتت باعتباره ان هو نموذج شاب رئيس اتحاد بيعمل تطور في الكره في موريتانيا، وانه منتخب موريتانيا فانتينو بيميل للجزئيه دي او للشكل ده شويه، لتصدير الشكل ده شويه، هو عنده تركيز زياده شويه الفتره اللي فاتت على الكوادر الصغيره سنا وعلى كوادر الكره النسائيه، وده جزء مهم جدا لمستقبل القاره بالمناسبه، موضوع الكره النسائيه ده لانه في كلام كتير، انما الفكره نفسها انه بقى عندي اربع مرشحين. الاربع مرشحين لو اتكلمنا احمد عنده لجنة الأخلاق في الفيفا خلال أسبوعين بالكتير ممكن تاخد قرار، لأنه عنده قضايا لسه مثارة ما تمش إدانته فيها، تم التحقيق في فرنسا لكن ما تمش توجيه أي إدانة رسمية حتى الآن، لكن لجنة الأخلاق في الفيفا حسب البي بي سي أعلنته هيكون لها قرار مع أحمد فممكن يكون بره السباق الانتخابي. لو اعتبرنا أنه أحمد بره السباق الانتخابي، جاك أنوما مش عارف يعني فرصه مش كبيرة، أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي قال أنه ممكن يترشح لكن لحد دلوقتي يعني لحد قبل ما ندخل قفل باب الترشيح بكره يعني 48 ساعه بالظبط، يعني بكره وبعد بكره. و الفكره نفسها كمان انه لو قلنا القوه فين، القوه عند موتسيبا طبعا ماليا، دعم اتحاد بلده، ان في اتحادات اوريدي اعلنت دعمها لموتسيبا بمجرد ما اعلن ترشحه، اتحاد بوتسوانا، اتحاد عايز اقول لك كمان سيراليون، وسيراليون اتحاد مهم لانه في ايشا يوهانسن هي رئيس الاتحاد وهي المشرفة على ملف الكرة النسائية في الكاف، ويعني برضو من الوجوه المفضلة داخل الفيفا في الوقت الحالي، فأعلنت دعمها مباشرة. حتى بينك أماجو اللي كان عاوز يترشح لرئاسة الكاف رئيس الاتحاد النيجيري أعلن تنازله، انسحب، قال انا مش هترشح لان انا شايف انه موتسيبا عنده مقاومات افضل مني، في الوقت اللي زي ده المفروض ان انا استنى بقى وقت تاني واقف ورا اللي موجود علشان نطور الكرة في افريقيا. اتحادات سيكافا اللي هي اتحادات وسط وشرق القارة الأفريقية أعلنوا دعمهم برضو لموتسيبا، رغم أنه هو كمان بينتمي لكوسافا الاتحادات الجنوب، فأعتقد أنه الخريطة شوية هنا فيها خد دعم كبير جدا موتسيبا قبل حتى ما يبتدي حملته ويبتدي أي شيء. أحمد ولد يحيى اعتقد انه يعني الموضوع بالنسبه له برضو مش هيبقى سهل، لكن هو برضو من الاسماء اللي ممكن يكون لها دور، يعني قد تكون في طبخه كده بتتعمل
ما هو وهيبقى له دور فيها انتخابات يعني. بالظبط انتخابات كمان كتير جدا في الانتخابات في الكاف كمان ما حدش يقدر يتوقع اللي هيحصل. يعني انتخابات عيسى حياته اللي فاتت ما كانش حد متخيل ان عيسى حياته مش هيبقى موجود ونجح احمد في الانتخابات. اعتقد كمان انه الانتخابات بقى الاهم من ده كله المقاعد الثانيه بقى، مقاعد العضويه المكتب التنفيذي للفيفا. ده مهم الفيفا جدا كمان. يعني برضو المقعد الفيفا بيبقى مهم جدا جدا. برضو كلمنا عن الترشيحات وكلمنا عن الوضع المقعد الفيفا رايح فين والمرشحين ايه بالظبط. نعم بالتاكيد عندنا المهندس هاني ابو ريده وهو عضو المكتب التنفيذي في الوقت الحالي قدم اوراق ترشحه النهارده على المقعد لعضويه المكتب التنفيذي تاني، وطبعا اكيد هينافس على المقعد العربي في الاتحاد الدولي لكره القدم. طب بمناسبه برضو هاني ابو ريده عمر لسه مطلع اعتقد بيان برضو لسه واصل لنا حالا، ممكن اقراه وممكن نعقب عليه يعني لسه حالا. الباشمهندس هاني ابو ريده بيقول لك قرر المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم وعضو المجلس الاعلى للفيفا التقدم رسميا للترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لكره القدم من اجل الحفاظ على مقعد مصر في اكبر منظمه لاداره كره القدم في العالم. اوضح انه لن يترشح على مقعد رئاسه الاتحاد الافريقي في هذه الدورة كما ذكرت بعض التقارير، رغم حصوله على تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الأفريقية ليكونوا أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات. ونشير أنه ده طبعا البيان، نشير أنه قد سبق وأكد طبعا إحنا المهندس هاني أبو ريدة أنه كان أكد أنه لن يترشح على رئاسة الكاف إلا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة اللي بيتكلم على أحمد أحمد، بالإضافة لرغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب إداري في كرة القدم في أفريقيا. نشير أن طبعا العلاقات مع طبعا هاني أبو ريدة علاقات وطيدة جدا وتاريخية في الاتحاد الدولي بتجعله قادر طبعا على مشاهدة المشهد الانتخابي بشكل كبير والتعامل بحكمة إمتى خش وإمتى ما خشش. وأبو ريدة طبعا أنت عارف أقدم واحد في المكتب التنفيذي منذ 2004، لا وكمان هو أقدم واحد في مجلس الفيفا في الوقت الحالي. بالظبط. والمهندس هاني أبو ريدة أعتقد أنه هو عنده من الحكمة ومن الخبرة لطول السنين اللي فاتت في وجوده في المكتب التنفيذي للكاف انه فعلا يحدد امتى ينزل وامتى ما ينزلش، امتى المعركه تبقى كسبانه وامتى يدير معركه صح. لانه برضو في نقطه لازم تتذكر في حاجه زي كده، حتى لو موتسيبا هو اقوى مرشح في الشان المالي ودعم اتحاد بلده وده كله، لكن نفتكر برضو ان من شهور قليله لما مصر دخلت تستضيف امم افريقيا وجنوب افريقيا كانت عايزه تستضيف البطوله، مصر خدت كل الاصوات ما عدا صوت واحد بس. صحيح. يعني انت خدت 16 صوت، جنوب افريقيا خدت صوت واحد، وده كان شغل المهندس هاني ابو ريده وشغل اتحاد الكره في مصر وقتها وشغل اجهزه الدوله كلها طبعا، لانه ده كان مشروع دوله انه تستضيف بطوله امم افريقيا وتستضيف كمان بطوله تحت 23 سنه. فالموضوع بسيط، الحكايه واضحه، هي حسبه. انا شايف انه دلوقتي ما عنديش اتحاد منتخب في مصر وانه الاتحاد ده يزكي كمان مرشحه انه يكون موجود ويدعمه في الانتخابات، فهو قال انه بفضل اجدد مقعدي في للحفاظ على مقعد مصر في مجلس الفيفا وفي الكاف. فبنتمنى له كل التوفيق. ده اولا. طبعا المرشحين طارق بوشماوي من تونس ومن الاسماء القديمه برضه مقعد الفيفا برضه والمكتب التنفيذي في الكاف. المفاجاه كانت بالنسبه لي قبل ما ادخل هوا على طول، عرفت انه خير الدين زاتشي رئيس الاتحاد الجزائري قدم اوراق ترشحه لنفس المنصب. بس انا شايف انه المهندس هاني ابو ريده كخبرات كعلاقات قويه وتاريخ له جوه الكاف وجوه الفيفا انه قادر على حسم المقعد ان شاء الله. طبعا كلنا يعني انا على المستوى الشخصي طبعا الباشمهندس هاني ابو ريده انا عارف كان بيقدم دور اكتر من رائع، حتى في بعض الاوقات مش دور مش ملموس او متشاف على السوشيال ميديا، لكن بيقدم دور اكتر من رائع. وزي انت ما قلت يمكن استضافه البطوله الافريقيه على ارضنا هنا كانت مكسب كبير لمصر، رغم خسارتنا البطوله لكن على المستوى التنظيمي وعلى مستوى ان مصر تاخد هذه البطوله بعدد كبير جدا من الاصوات طبعا، وجنوب افريقيا كانت المنافس الاول لمصر، فده كمان شيء يحسب للمهندس هاني ابو ريده. نتمنى طبعا لكل التوفيق لكل العناصر المصريه اللي بتمثلنا على المحافل الدوليه، يعني بغض النظر في ده مؤيد ده معارض ده عليه علامات استفهام، لكن طالما مرشح مصري في منصب عالمي على
مستوى كبير زي الفيفا، فكلنا طبعا وراه الباشمهندس هاني بوريده، وكل التوفيق ليه يعني، ده اكيد يعني. ده بالتاكيد، لانه في النهايه هو بيمثل الكره المصريه في الكاف، واعتقد ان احنا يعني تواجدنا جوه الكاف ضروره، انه انا بلد المقر، وفي نفس الوقت لابد ان يكون الكوادر بتاعتي موجوده، والكوادر بتاعتي لها دور، والكوادر بتاعتي كمان عندها خبره، ما اخسرش الكوادر اللي عندها خبره، اعمل كوادر جديده كمان، يكون في اكتر من ممثل لمصر داخل الكاف، ده شيء كويس جدا، ده موجود في كل الاتحادات كمان، نتمنى ان ده يستمر الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا في نهايه فقرتنا عمر بشكرك شكرا جزيلا، كانت فقره مميزه جدا جدا كالعاده، وان شاء الله في انتظار المزيد من مفاجآت لجماهيرنا ومشاهدي قناة النادي إن شاء الله. كابتن هاني بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك عمر. بعد الفاصل وزعيم الثغر والزمن الجميل للاتحاد السكندري، لنجوم الاتحاد السكندري بعد الفاصل.